عندنا كاليماري متقطع حلقات، ممكن يتقطع شرايح وممكن يتقطع حلقات، بس انا بحب شكله هو حلقات كده مقلي بشكل لذيذ في الطبق. معلقه كبيره من كلفه السمك، ملح، نص كيلو دقيق برضو على 3 معالق كبار نشا نفس اللي عملناهم، وعصير ليمون وزيت غزير للقلي. طيب دي كده المقادير بتاعه الكاليماري، سهله بسيطه جدا جدا، مفيش فيها اي حاجه. كل السر كله هيبقى في تكات الشغل، خطوات الشغل نفسها. نلبس الجوانتي. بصوا بقى، ادي التتبيله مع عصير الليمون كده والملح، ما حطيناش اكتر من كده. وهاخد الكاليماري كده حلقات، زي ما قلت لك ممكن يتقطع كمان شرايح، بس انا بحب شكل الحلقات وهي مقليه كده، بيبقى ليها شكل كده حلو يفتح النفس كده، شكل مميز. وعلى طول كده هروح مقلبه كله في بعضه في التتبيله. واللي جاي بقى هو المهم عندنا. ايه اللي جاي؟ اللي جاي كده خلاص اتبل، بس كده هو نشيل ده ونشوف هنعمل ايه. عندي نفس الدقيق والنشا اللي عملت فيهم السمك، نقول مقدارهم تاني عشان محدش يزود او يقلل. نص كيلو دقيق هيتحط عليه 3 معالق كبار نشا. عاوزين مصفى سلك بس عشان ايه نظبط الزيت ده ونشوف هنعمل ايه يا جماعه. وطبق اهو، هاخد الاول الكاليماري في الدقيق كده، انزله كده كله في الدقيق بالشكل ده، اغطيه كده خالص خالص، ما تخليش يعني اي حته كده فيه باينه اهو. بصوا ازاي تمسكي كده كل حلقايه كده تغطسيها في الدقيق، وبعدين تطلعيه كده تحطيه كده، ترصيه بقى جنب بعضه كده. كل حلقايه كده يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام يوسف؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب، رمضان كريم. الله اكرم، تعيشي يا ام يوسف. كنت عايزه اسال حضرتك، بس انا كنت شاريه نص كيلو بسبوسه طيبه كده، بس مش عارفه بتتعمل ازاي، كنت عايزه اعرف طريقتها بس لو سمحت. يعني سميد بس ولا عليه اضافات، ولا اللي هو الكيس اللي عليه اضافات؟ هو مية مش جاهزه، هو بيبيعها سايبه كده، فانا مش عارفه. هو سايبه بس ما عليهاش اي اضافات، مش كده؟ تقريبا ما عليهاش اي اضافات. لا مش تقريبا. احنا لازم نعرف. هو دي بسبوسه دي؟ لا دي لازم تفرق، يعني اعرف مثلا عليها بيكنج باودر ولا لا، عليها مش عارف جوز الهند، عليها سكر، لازم اعرف. اساليه الاول قبل ما ناخد اي اجراءات لينا. يعني بصوا ادي كده الحلقات بتاعت الكاليماري، غطسناها الاول في الدقيق وبعدين رصيتها في طبق كده، بخاخه بقى فيها ميه بنديها كده، كويس كده. هاتولنا مكوه بقى. نديتها كده. اللي انا عملته ده ان انا لزقت طبقه الدقيق اللي بالنشا اللي حطيتها الاول عليها. طيب بعد كده هنروح من لها طبقه تانية، فاروح واخداها في الدقيق تاني، ودي اخر طبقه اللي هنقلي بقى بعديها على طول كده. يا هند بصوا، غطسي كده في الدقيق كويس قوي. يا هند ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله يا هند، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا قلبي. الحمد لله، ربنا يخليكي، الله اكرم يا هند، تسلمي يا رب. والله بحب صفاتك كلها. ربنا يخليكي. طب قولي لي، بتجربي حاجه ولا بتتفرجي من بعيد لبعيد؟ جربت الملوخيه. الله عليكي. وبجرب والله حاجات كتير، كنافه ساعات، اي حاجه، بس ما حضرتك على طول. والله انا حاسه ان الملوخيه يا جماعه هتدخل التاريخ من التجارب بتاعتكم. والله بعد حلقه الملوخيه اتفاجئت، يعني ان ما شاء الله ناس كتير قوي حبت الطريقه وعملتها واستسهلت الموضوع ولقت النتيجه مضمونه، فبجد الحمد لله رب العالمين. تسلم ايديكي وعينيكي. ممكن تديني رقم حضرتك؟ ممكن جدا يا فندم، خديه من محمد يا حبيبتي في الكنترول، من عينيا. نظبط بس الزيت كده قبل ما ننزل الكاليماري فيه كده. وخدوا بالكم من حاجه، بصوا انا حطيت الكاليماري فين؟ في منخل سلك وتحتيه بوله.
يعني خدوا بالكم من الحاجات الصغننه دي. ليه بقى؟ عشان عايزه دلوقتي انزل كل دقيق الزياده، هعمل كده انخل كل الدقيق الزياده اهو. بصوا ازاي انا عندي بقى الكاليماري دلوقتي، طبقه الدقيق اللي هي اتحطت بعد الميه لزقت، واللي اتحطت قبل الميه اللي بخيناها برضو لزقت. بصوا بقى شكله عامل ازاي، كله متغلف بالدقيق ازاي، وطبقه مقرمشه حلوه جدا جدا ما تتخيلوش قد ايه. يلا بينا نروح نقليه الزيت على طول، زيت سخن، وحاولي كده لما تيجي تنزليه في الزيت تفتحي الحلقه شويه اهي كده. بصي تديني بس شكل مدور كده، والزيت لازم يكون زيت غزير سخن كده. دي كلها يا جماعه تكات واسرار محلات السمك اهي. متهيألي مش عايزين نحط تاني، مش عايزين نزود عشان نعرف نقلبه براحتنا. عاوزين يا ولاد طبق بعد اذنكم. اول تقليبه تبقى كده يا جماعه بالشكل ده، ان انا امسك الطاسه واهزه كده مش بشوكه ولا حاجه عشان ما اوقعش الطبق اللي عليه كاليماري ناعم جدا جدا، ملمسه ناعم قوي قوي، فصعب جدا ان حاجه تلزق عليه. فعشان كده انا بتعامل معاه معامله خاصه، يعني ما عملتوش زي السمك. انا لو غطسته في الميه وقليته زي السمك بالظبط، كل طبقه الدقيق اللي عليه بالتتبيله هتقع، يعني هيتزحلق، هيبقى عامل زي الزحليقه. لكن ده ليه طريقه وده ليه طريقه، ده حاجه وده ده حماده وده حماده تاني خالص يعني. فاول تقليبه تبقى بالشكل ده كده. بعد شويه لما اطمن ان خلاص الطبقه مسكت عليه وابتدى ياخد اللون الذهبي هقلبه بالشوكه عادي جدا. في واحده هنا بصوا شايفين الطبقه لسه برده ما خدتش اللون الاساسي بتاعها اهي، شايفين القرمشه عامله ازاي والطبقه لازقه عليه عامله ازاي زي العسل.